السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم نبض البلد. في الحقيقة، في بداية الحلقة كده، أنا عايز أتقدم بخالص شكري واحترامي وتقديري للسيد اللواء مهندس عمر الشواتفي محافظ الدقهلية، والسيد الأستاذ محمد النعمان وكيل وزارة التموين، والأستاذ رشدي الريديني مدير إدارة التموين بأجا. لاستجابة سريعة، الحقيقة إحنا كنا طبعا أنتوا عارفين أزمة البوتاجاز في الفترة اللي فاتت، فأنا في الحقيقة في أثناء لقائي مع السيد المحافظ، يعني سيادة المحافظ قال لي مفيش مانع ان لو اي طلبات سريعة للناس، احنا تحت امر الناس. والحقيقة طبعا هو راجل متعاون الى ابعد حدود واقصى حدود. فطبعا كان معانا طلب من ضمن الطلبات اللي قدمناها، كان بخصوص مواضيع موضوع انابيب البوتاجاز. فكانت استجابة سريعة، ويوم الثلاث اللي فات نزل عربية فيها حوالي 400 انبوبة بوتاجاز. كان الحصة دي مخصصة لقرية سهرات الصغرى، يعني احنا كنا مقدمين الطلب باسم القريه، وخدنا جزء منها، جزء كبير الحقيقه. مش عارف يعني العدد قد ايه اللي راح لقريه في شبانه، لان قريه في شبانه زي ما قلنا قبل كده، وهي وقريه سهرات الصغرى واحد، يعتبروا بلد واحده. فقسمنا الحصه بين الاثنين. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنتواصل مع الساده المسؤولين، بحيث ان احنا نحاول نشوف بعض القرى اللي برضو عندها عجز في انابيب البوتاجاز، ونحاول ان احنا ان شاء الله نوفر لهم حصه من انابيب الغاز. طبعا انا بشكرهم شكرا جزيلا، وهي ناس متعاونه. الناس يعني زي ما انا قلت في الحلقه اللي فاتت، الموضوع محتاج ان حد بس يتكلم، يعني يحرك المواضيع. يعني هي يعني هم مش صرفوا الانابيب عشان انا رحت، ولا الانابيب دي انا اللي جبتها، زي ما كان زمان بيتقال كده مثلا، ايه تنزل حصه انابيب بوتاجاز، يقول دي يطلع على الاخوان المسلمين يقول لك ده والله ده اصل اللي جايب الانابيب دي فلان، ينسبوها لعضو مجلس الشعب من بتاعهم، ينسبوها لحد من القيادات بتاعتهم. لا، انابيب البوتاجاز جت من اتصرفت رسمي قانوني، الدوله هي اللي صرفتها. مين قدم الطلب، مين عمل، مين سوى، مش دي القضيه. ولكن احنا كان عندنا شويه عجز في انابيب البوتاجاز، ربنا كرمنا قدمنا الطلب، الحمد لله صرفت الحصه. وان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه على قد ما نقدر هنحاول ان احنا ايه نشوف ايه اللي ناقصنا ونكمله. فانا بشكرهم شكرا جزيلا على تعاونهم معانا. طبعا سياده المحافظ برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا مع سيادته فيها في اللقاء اللي فات، ان برضو كان في موضوع الكوبري بتاع قريه سهرات الصغرى، اللي كان يعني العمل فيه متوقف من حوالي 10 سنين، وانا يعني عرفت من القريه نفسها، من الوحده المحليه نفسها، قالوا لي ان جت لجنه رسميه فورا عشان تقيم الاعمال او عشان تستلم الاعمال وتبدا تشتغل. هو سيادته نفسه قال لي في حال اي قصور او تقصير من الشركه اللي هتعمل الاعمال استكمال اعمال الكوبري، انا هسلمه للقوات المسلحه بحيث ان هم ينهوا العمل تماما يعني. فان شاء الله باذن الله. طيب، ومعانا سياده اللواء مهندس عمر الشواتفي محافظ دقهليه. سلام عليكم سياده اللواء. سلام. ما سمعته طبعا، قال لهم طبعا هو مش هيطلبوا مطالب ماديه، لكن إن طبعا الحادثه كانت حادثه بشعه، ذبح كده زي الفرخه يعني. فمش عارف طبعا، احنا برضو بنتبنى طبعا شرح الدستور الفتره اللي جايه، لان احنا طبعا يعني كل وسائل الاعلام لازم الفتره اللي جايه يا جماعه تركز جدا على انها تفهم الناس ايه هو الدستور. العمليه مش عمليه حشد ان احنا بنقول للناس انزلوا او بنوجه، لا، احنا الناس لازم تفهم شرح مواد الدستور. احنا ان شاء الله هنتبنى طبعا، وده دورنا، لازم ده دورنا. احنا مش هنروح نتفرج ونسيب الامور تعدي كده، لا، ده احنا دورنا والزام علينا ان احنا لازم نوعي الناس، ان احنا نفهم الناس ايه هو الدستور. وان شاء الله يعني نتمنى ان جموع الشعب المصري كلها تنزل ان شاء الله تصوت على الدستور، ولان الفتره اللي جايه فتره صعبه يا جماعه وفتره حرجه، وعايزين نستقر بقى. عايزين نستقر عشان الناس تعيش بكرامه. لازم الناس تعيش بكرامه يا جماعه. الناس تعبت جدا جدا جدا، ودي اول خطوه مهمه لبدايه حياه كريمه. فلازم الفتره اللي جايه نركز قوي، نعرف من خلال قناه عندنا او من خلال قنوات تانية هتتبنى هذا الموضوع، لان الناس خلاص تعبت، خلاص بقت تعبانه مدغدغه خالص. الناس ماشيه في الشارع تحس الناس سرحانه، مفيش تركيز، في ناس حالها توقف، في بيوت اتخربت يا جماعه، في مصالح وقفت.
وزي ما انتم شايفين بقى كل جمعه على اولى كده بينزلوا، وبينزلوا شوارع وينزلوا ميادين. كل اللي بيحصل ايه؟ ملخص الموضوع ده نهايه اليوم بيبقى ايه؟ عربيه واحد اتحرقت، عربيه ولا اتنين بتوع مواطن هم ما لهمش فيها بقى، العربيه دي جايه بالقسط جايه ازاي؟ عربيه واحد يعني زي ما تقولي استباحه مال، استباحه حاجه الناس، محلات ممكن تتحرق، محلات تتكسر، قلق في الشوارع، ضرب في الامن، وخلاص يعني هو اليوم كده بيعدي. احنا عايزين بقى الدنيا تهدى، عايزين الدنيا تهدى، عايزين يوم جمعه، يوم الجمعه اللي اتعودنا عليه طول عمرنا كده يعدي على خير، ويبقى يوم كويس، ويبقى يوم عادي زيه زي ايام ربنا الحلوه. لكن كل جمعه يعني ما وراناش غير احنا نقلب في القنوات ونشوف ومسائر في الشوارع وضرب غاز وبتاع. والله العظيم احنا تعرضنا لموقف، انا بستغرب. انا اقول لكم على حاجه، انا من اسبوعين شميت ريحه الغاز ده عند المدينه الجامعيه للازهر في مدينه نصر. انا سالت نفسي سؤال، انا شميته من على بعد قوي، وزاز العربيه مقفول وماشيين يعني في مكان بعيد عن الاحداث نفسها، لكن ريحه الغاز كانت متسربه للشوارع الجانبيه. انا بستغرب الناس دي بتشيل القنبله كده، القنبله في ايده كده بيجري بيها وعماله تطلع الغاز وبشمه ازاي. انا مش فاهم، هل هم عندهم حصانه ضد البتاع ده؟ البتاع ده ما اثرش فيهم هم؟ الغاز ده حاجه غريبه جدا، والله العظيم انا ما كنت قادر اتنفس، حاجه غريبه الشكل. يعني الاستاذ محمد رمضان هو بيقول لي المخرج بيقول لي ده ادمنوه، فعلا ده ادمان، ادمان والله. مش ممكن، مش ممكن الواحد يقدر يتحمل ثانيه انه يقف في وسط الاحداث دي ويشم ريحه الغاز ده. على ايه؟ ليه؟ ازاي انت كنت بتحاول تقنع الناس انك انت بشعار حزبك، بشعار حزبك اللي بتقول فيه نحمل الخير لمصر، ازاي انت شايل الخير جواك لمصر؟ ازاي الناس كرهتكوا؟ كل يوم بتكرهكوا اكتر من اليوم اللي قبل منه، كل ساعه بتعدي بتكرهكوا قبلها، الساعه اللي قبلها خلاص ما عادش ليكوا مكان في قلب حد في شعب مصر بيكنلكوا ذره حب. يعني انتوا سبحان الله يعني الناس دي بتعاند في نفسها بشكل غير طبيعي. يعني الراجل اندبح ده يتجاب كده من عربيته، هو عمل ايه؟ انا عايز افهم الراجل ده عمل ايه؟ يعني اراء متضاربه، يقول لك اصل ضرب دخل بالعربيه في مسيره، وطبعا الكلام مش منطقي، راجل سواق تاكسي مع عربيه قد كده يخش في مسيره ازاي يعني؟ يعني هو مش عارف انه لو خبط او لمس واحد منهم في المسيره هيكون جزاؤه ايه؟ هيتعمل فيه ايه؟ يا اخي دخل حاول انه يحتك بيكم، يتحرش بيكم، يتجاب كده يتذبح حلال الله اكبر كده في الشارع كده، ويتذبح وعربيته كده تولع في كده برضه. كل يوم بيعدي بتثبته ان انتوا ارهابيين للاسف الشديد. يعني كلمه ارهابيين دي مش ممكن خلاص هتشال من دماغ الشعب المصري، صدقوني والله ارهابيين فعلا، انتوا فعلا تنظيم ارهابي. ولعتوا لي انا ركبت لكم يافطه على فكره بالمناسبه، اليافطه اللي انتوا حرقتوها انا ركبنا غيرها وهنركب غيرها وهنكمل وهنواصل وهنناضل وهنعمل، لازم البلد دي تقف على رجليها تاني، لازم مصر ترجع لوضعها الطبيعي تاني. وانتوا ما عادش ليكم مكان، ما عندكوش مكان خالص، انسوا بقى تماما خلاص. حتى المكان اللي كنتوا بتحتفظوا بيه في يعني في قلب الناس، الناس طبعا اللي كنتوا بتضحكوا عليهم بقالكم 80 سنه يعني بتنصبوا عليهم بقال الله وقال الرسول، خلاص ما عادش، تاني كله انكشف، كله بان، كله ظهر على حقيقته. فخلاص انتوا دلوقتي يعني كل العركه اللي انتم شغالينها دي ليل نهار وبتستعدوا ليوم 25 وهنعمل وهنسوي وراسمين خطه وسيناريو، طبعا سيناريو فاشل لان انتوا كلكم على بعضكم، ما بقتش دلوقتي تجيبوا 200 واحد يعني كبيركم تعملوا المليونيات بتاعتكم دي ولا البتاع اللي بتنزلوه ده في شقق، تطلعوا في البلكونه كده تقعدوا تهللوا في البلكونه على اساس ان انتوا يبقى في شكل كده ومنظر كده، تحس ان يعني الناس تحس ان انتوا عدد يعني، وهنعمل وهنسوي وهنقتحم وهنروح يعني خلاص كله انكشف وكله بان، وانتم مجموعه قليله جدا وغير مؤثره في الشعب المصري. الشعب المصري خلاص عارف حقيقتكم، ما عادش ينفع يضحك عليه باسم الدين، والدين مش وسيله للنصب ولا الاحتيال. ازازه الزيت وكيس السكر وشغل الالباندا بتاعكم بتاع الانتخابات ده خلاص ما عادش هيتكرر، الناس مش عايزاكم ولا عايزه حاجتكم ولا هيكون لكم مكان، ويا رب بس تعرفوا تطلبوا اصواتكم حتى في الاستفتاء، او ما تبقاش روحكم السياسيه يعني تروح تحط صوتك حتى يعني زي الناس سابتكم. انا شايف الناس كرهاكم حتى اصلا تروحوا عند اللجان الانتخابيه، يعني الناس نفسها الاهالي من خلال والله قعدتي معاهم مش طايقين يشوفوا حد فيكم رايح يحط صوته في لجنه انتخابيه.
ما انتوا المره اللي فاتت كده كنتوا واقفين بقى بقوه وعضلات وبتاع، رجاله وحريم ما شاء الله عليكم كده، كنتوا يعني واكلين الجو. ليه؟ لان انتوا الفتره دي كانت الناس عايزه تجربكم، وكان الشعب معاكم لحد ما غلبان ضحك عليه. لكن المره دي يعني خبي دلك يا عصفور، حط صوتك واجري روح. ده لو انت هتعباش الحقوق السياسيه يعني، حط صوتك واجري روح، ما تقفش، اوعى تقف، اذا وقفت ما انصحكش، لان الناس جواها غل وغضب من ناحيتك غير طبيعي، لان انتوا اللي بتاكدوا على ده، انتوا اللي بتاكدوا على ده. وزادت وغطت وغطت بموضوع الراجل اللي اتذبح ده الله يرحمه في المنصوره، دي كارثه يا جماعه، كارثه كارثه، اثبتوا بيها للعالم كله بان انتوا ارهابيين، والكلمه دي عمرها ما تشال من ذهن اي واحد ابدا. خلينا نخش في حاجه احسن منكم شويه. طبعا الحقيقه يوم الاربعاء كان في حفل في المدرسة الثانوية بقرية صعلبك الصغرى، وأنا الحقيقة كنت من المكرمين فيه. أنا طبعا بعتذر إن أنا ما حضرتوش من الصبح من أوله، يعني لأن في الحقيقة أنا يعني كان موقف حساس إن أنا هكون يعني من المكرمين، وكان من ضمن الناس قبلها ب 24 ساعة أخونا المرحوم الأستاذ ياسر أبو جلالة ابن قريتي، طبعا مدرس في المدرسة وتوفاه الله قبلها بيوم. انا بتقدم طبعا لاسرته ولقريتي بخالص العزاء والمواساه. فانا يعني لقيت انها حساسه شويه ان انا اكون موجود من الصبح في حفله زي دي، ولكن طبعا هم معذورين طبعا، بقى لها فتره بيعدوا لها وبيحضروا لها، وهو طبعا كان معاهم وكان من ضمن المجموعه المشاركه رحمه الله عليه. فهي تمت وانا رحت يعني حضرت كده في الاخر طبعا احتراما وتقديرا واجلالا للناس اللي جت وكرمتني وحضرت، وفي نفس الوقت القائمين عليها من الاداره التعليميه من اجل انا بشكرهم طبعا شكرا جزيلا والله، انا ادوني اكتر من حقي بكتير فعلا. يعني انتم تشوفوا الحفله. طيب معانا الاستاذ الدكتور محمود ابو النصر وزير التربيه والتعليم. مساء الخير يا دكتور، وان شاء الله باذن الله احنا هنبعت له اسطوانه من الحفله، لان فعلا دي حفله تشرف. وحاجه زي كده يعني مدرسه زي دي في قرية مصرية، أنا قلت والله ما رحت، يعني أنا قلت اللي أنا شفته مش موجود في أحسن مدرسة في مصر في القاهرة. يعني واحد ما احنا بنروح مدارسنا ومدارس ولادنا ومدارس بتدفع فيها ألوفات والكلام ده كله، والله ما في الكلام ده ولا ربعه، حتى مستوى النظافة، مستوى النظافة الواحد من أول ما دخل ما شفناش حتى ورقة في الأرض. وطبعا ده كله بيرجع لإيه؟ برضه بيرجع للقيادة، القيادة نفسها يا جماعة. انا اسمع ان معظم المدارس دلوقتي طلبه ثالثه ثانوي ما بيحضروش، نسبه الغياب كبيره جدا. فلما يكون عندي نسبه حضور 100% من اول السنه لغايه دلوقتي، يبقى برضه بيرجع للقياده يا جماعه، القياده الحكيمه بتاعت المدرسه. فانا بشكر حقيقه طبعا استاذ ربيع مدير الاداره التعليميه باجا، وبشكر اخويا وحبيبي وصديقي الاستاذ عز لطفي مدير اداره المتابعه، بشكره شكرا جزيلا على حضوره وتكريمه ومجهوده الكبير قوي اللي مهما اقعد اقول والله مش هديله حقه. بشكر اخويا وحبيبي طبعا الاستاذ وليد عويس مدير المدرسه، والاستاذ عبد القادر الاخصائي بالمدرسه اللي عملوا الحفله الجميله دي، وان شاء الله يا رب باذن الله احنا اللي نديهم، يعني مش هم اللي كرموني، لا انا بودي ان شاء الله احنا اللي نكرمهم ونعمل لهم احتفاليه كبيره فعلا، لان دول الناس اللي هتطلع فعلا امل مصر. هم دول اللي هيطلعوا امل مصر، هم دول الناس اللي بتجتهد عشان تطلع لنا فعلا ناس ورموز وعلماء وضباط وناس، يعني هم دول اللي هيعملوا جيل جديد يا جماعه في مصر، وجيل محترم ان شاء الله، الجيل المحترم اللي هيطلع من مدرسه زي دي هو ده الجيل المحترم، مش في مدارس تانية، لا في المدارس اللي زي دي هي دي اللي هتطلع اجيال محترم، وفضل ربنا وفضل الناس القائمين على هذا العمل. فانا بشكرهم شكرا جزيلا، وان شاء الله باذن الله هيبقى في يوم الوفاء، يوم الوفاء للناس دي. انا مهما اقول ومهما اعيد مش هديهم حقهم. ولكن انا النهارده برضو هكون كده، مش هطول اكتر من كده، لان الحقيقه التقرير بتاع الحفله كبير، واعتذر لو في اي حاجه مش ما طلعتش او ما ظهرتش في التقرير. احنا حاولنا بقدر الامكان هنطلع التقارير كلها على بعضها، ولكن لو حصل ان في حاجه بسيطه مثلا ما ظهرتش او كده ف يعذروني معلش، عشان ممكن عشان يبقى الوقت بس مش اكتر. وفي كمان ان شاء الله الحلقه اللي جايه احنا كنا برضو يعني شوفوا برضو تكريم القرية وحبها
للناس اللي تعبت واجتهدت. وانا هناك يوم الاحتفاليه دي لقيت العمده عامل تكريم لشيخ الغفر طلع على المعاش. حبينا نشارك. شيخ الغفر ده رجل من رجال الشرطه ورجل من رجال من حفظ النظام في البلد. يعني شوفوا الوفاء. شوفوا الوفاء ان النهارده لما نجيب الراجل كده، راجل طلع على المعاش ونقعدين ونكرمه، حاجه جميله وحاجه مشاعر طيبه. هي دي المشاعر اللي فعلا اصبحت بعد كتير قوي عننا الايام اللي فاتت دي، واصبحت في لغه غريبه كده بيننا. ما عادش حد كده بيحب التاني ولا وافي للتاني، لكن احنا بنحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان احنا نلم شملنا تاني. وبقى في اعتراف كده بالجميل، الناس دي تعبت واجتهدت وطلعت على المعاش، واحنا بنكرمها بنقول لهم شكرا، شكرا بحاجه بسيطه جدا. فان شاء الله الحلقه اللي جايه هيكون التقرير ده موجود معايا وهتشوفوه، وشوفوا قد ايه القريه المحترمه الطيبه والناس الطيبه اللي على الفطره وهي بتكرم بعضها. احنا بندي بيه مثل او رساله مش اكتر. فان شاء الله هيكون معايا في الحلقه اللي جايه. وانا بشكركم وان شاء الله باذن الله اشوفكم الاسبوع اللي جاي، وهنشوف بقى تقرير المدرسه. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحقيقة كنت مسطر ورقة علشان أقول منها، لكن أنا النهاردة عايز أسيب الورقة شوية وأقول كلمتين شكري وتقديري لمدرسة سهرات الثانوية بقيادتها والعاملين فيها. اسمحوا لي قبل ما أبدأ كلمتي أن أرحب بقناة نصر البلد اللي شرفونا في موطنهم الاصل سهرات على راس الدكتور محمود رياض. انا بشكره وبشكر تنقله بكاميراته لمدرسه سهرات علشان ينقل ولاد بلده ويعبر عنهم تعبير جميل، ينقل حقيقه كامله لبلد بتقول ان في مدرسه فيها الانتظام على احلى مستوى. اذا كنت انا بشكر، فأنا بشكر أولاً الطلبة اللي أنا بشوف فيهم الشباب المتحمس، وأنا زرتهم في الفصول وقلت لهم حاجة عايز أكررها قدام كل اللي موجودين. ربنا سبحانه وتعالى
بيدي للإنسان في الدنيا على قدر اجتهاده وليس على قدر دينه. بقدر ما تجتهدوا ربنا هيكرمكم، بقدر ما تحصلوا المعلومة هتسعدوا هذه البلد. كلنا بنحب مصر، بنعشق ترابها، لازم نبقى في خدمتها. علشان نبقى في خدمتها مظبوط، لازم ما يكونش حتة التلقين فينا، رافضين التلقين. أنا عندي آراء، فكر جيد، ديمقراطية، أساتذة محترمين، مدرسة مفتوحة على أعلى مستوى، بنشكر الدولة والقائمين عليها في هذا الموضوع. كبرى ومشاركة كبار رجال التربية والتعليم بالدقهلية وأولياء الأمور ووسط مظاهرات الود والترحيب أقيمت هنا في مدرسة سهرقة الصورة الثانوية المشتركة لتكريم الطلبة الأوائل الفائزين بالمسابقات الدينية والثقافية والرياضية. وفي يوم مليء بالفعاليات والمسابقات قدم فيه الطلبة والطالبات عروضا رياضية رائعة. هدية متواضعة ولكنها كبيرة، تحمل أقصى معاني الحب والعرفان للأستاذ الإعلامي محمود رياض مشاري صاحب قناة مصر البلد الفضائية، يتسلمها نيابة عنه الأستاذ محمد علي عبد الهادي مدرس التاريخ بمدرسة سهرقة الصورة الإعدادية بنات، ومع الأستاذ علي عبد السلام. أيها السادة، كان هذا يوم على الطبيعة في مدرسة سهرقة الصورة الثانوية، لم نجد شيء إلا قليلا. بطمن الاستاذ عز لطفي دور المتابعه ورجال الكرام ان هذا اليوم يوم عادي، يعني حضور طلب المدرسه عادي جدا يا استاذ عز، وهذا يوم على الطبيعه. لقد شرفتمونا وانتم فوق رؤوسنا. الاستاذ محمود رياض مشاري ابن البلد الذي جاء بقمرات مصر البلد ليغطي ويذاع في برنامجه نقد البلد. عن قريتي ومسقط رأسي وأهلي وعيلتي. فطبعا الحقيقة أنا أول مرة الحقيقة أدخل المدرسة النهاردة دي، مدرسة متميزة جدا لدرجة أن أنا وأنا داخل المدرسة قلت لهم يعني يمكن مدارس في القاهرة مستوى عالي جدا مش في نفس المستوى خالص. وإحنا طبعا النهاردة اتجمعنا وكان في تكريم والحضرات السادة الأفاضل طبعا القائمين على هذا العمل موجودين معنا دلوقتي، إخواتنا وحبايبنا من الإدارة التعليمية
السادة المعلمين من المدرسة؟ والله يعني أنا بشكر إدارة المدرسة إن هي منحتنا الثقة ديت، وإن كان مش أنا الوحيد اللي أستحق بس أن أكون معلم مثالي، فكل مدرسي المدرسة يستحقون أن يكونوا معلمين مثاليين حقيقة يعني. وأنا بشكر إدارة المدرسة إنها منحتني الثقة ديت، وأتمنى أكون عند حسن الثقة ديت بإذن الله تعالى. طبعا فرحة لا تصور، لكن طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى على إني هنا مع الطلبة الحمد لله في إيجابية في تفاعل مع طالب، في قيادة داخل الفصل من خلالها الحمد لله. طبعا أي طالب هنا بنعتبره ابن لينا، وكلنا هنا تحت أمرة هذول الطلاب. وطبعا انا شفت المدرسه كلها ما شاء الله عليها ناس فوق الوصف، كلهم اسره متعاونه متحابين، اعمالهم كله لله عز وجل. فمن خلال هذا المنطلق نجد هنا في حب واحترام وتفاعل ايجابي وروح الفريق الواحد من خلال المدرسه. والله لا احسن ولا اجمل من كده، شيء رائع جدا وشيء جميل جدا ان الانسان اللي بيتعب وبيشقى في شغله ويقدر من قبل المحيطين به، فده اسعد شيء واجمل شعور يحس به. وبقول برضو لكل المدارس الثانويه لو ان هي فعلا تفاعلت مع الطلاب وتفاعلت مع الناس في المجتمع اللي حواليها تقدر تجيب الطلبه ويرجع الطلاب تاني للمدارس، وترجع العمليه التعليميه لاصلها ونتاجها اللي احنا تربينا عليه ونشأنا فيه. تقول للاستاذ محمود رياض. اقول له شكرا جزيلا يا استاذ محمود، انت مثل فعلا لابن البلد الاصيل، ابن البلد ومصر البلد، انت ابن مصر ونبتة جميلة ونبتة منتجة ونبتة رائعة ومثل كبير جدا لفرد عايز بلده ترقى وعايز بلده تبقى في اجمل شكل يحبه الانسان. شعورك ايه بعد التكريم؟ طبعا شعور كويس، فرحة طبعا، لكن اختيار الطالب المثالي في المدرسة، الطلبة طبعا المدرسة مليانة طلبة مثاليين، لكن اختيار ده شيء يسعدني جدا. تحب تقول الأستاذ محمود رياض؟ أستاذ محمود رياض طبعا ده شيء مش غريب عليه، ابن قرية سارقة الصورة، طبعا لازم يعني ينزل بلده ومسقط رأسه، وطبعا شيء كويس ان هو يعمل حاجة لسهرجت، وبحاول فعلا ان هو يعمل حاجة لسهرجت، ونشكره على الموضوع. أكيد فرحانة جدا ان انا اخد طالبة مثالية من مدرسة سارقة الصورة، تقريبا كلها طلبة مثاليين، اكيد حاجة مختلفة تختلف عن اي مدرسة تانية. يعني ان انا اطلع اقول دفعتي وكرم قدام مدرستي وقدام زمايلي، دي اكيد حاجة تبسط اي حد. ايه عوامل وصول الطلاب لهذه المرحلة من التكريم؟ والله هي المدرسة قامت هنا، او العمل داخل المدرسة قام على حب المكان نفسه او الحب المكاني، يمكن احنا حتى بنطلقها هنا عشق مكاني وليس عشق للعوامل الخارجية. الطلبة كمجموعة مدرسين اولا، المدرسة بتضم أكفأ مجموعة مدرسين موجودين، علاقتنا بالطالب هي اللي قربته مننا، تعاملنا أولا مع الطالب نفسيا قبل ما نتعامل معه علميا، وده كان مقومات نجاح المدرسة. في وجود الجودة مثلا في المدرسة في مقومات كتير أوي ساعدتنا، منهم الطلبة بتوعنا وحضراتكم شفتوا النهاردة هم دول طلبتنا، ما بنمشيش بنظام تلقين لحد، لا هو فاهم طالب بيحب المكان بتاعه بيؤدي عمله بنجاح، وده اللي وصلنا الحمد لله لمرحلة النجاح الكامل. وجودي هنا النهاردة لأنه المدرسة بتحتفي بالأولاد الأوائل على مستوى المدرسة وبتكرمهم، وبالتالي موجود على أساس أن أنا أشارك أسرة المدرسة في الاحتفاء بالجوائز المقدمة لأولادنا الطلاب. تحب تقولي الأستاذ محمود رياض؟ الأستاذ محمود رياض أخويا وحبيبي يعني، وإن كان لي يعني كلمة أوجهها له، هو طبعا أنا بعتبره راجل ربنا سبحانه وتعالى اختصه بأنه يكون وسيلة لنقل السلبية والإيجابية وعرضهم على المسؤولين، فبقول له ده اختصاص من الله سبحانه وتعالى يجب انك انت تراعيه وتحطه قدام عينيك، لانه ده حاجة جميلة قوي ما بيدهاش ربنا لأي حد. وانا واثق في قدرات الأستاذ محمود رياض وإمكانياته الإعلامية، وبتمنى له وبتمنى للقناة مزيدا من التقدم، لانه يهمني انا او كواحد من مركز أجا انه هذه القناة تعلو وتوصل لمستوى جميل، لأنه إحنا
من خلالها نقدر نعمل كل حاجة ونقدر نتواصل مع المسؤولين من أجل رفع مستوى الخدمة داخل مركز أجل. نحن بنتابع العملية التعليمية وبنشوف العملية التعليمية والعملية الإدارية والمدرسين والمعلمين، كل يعني المتابعة دي خالص يعني بالنسبة لنا كأعضاء متابعة يعني. فدي يعني حضرنا لأن حفل التكريم ده يعني حاجة شرفتنا برضك وحضرناه وزورنا المدرسة وعملنا زيارتنا عادية يعني. تحب حضرتك تقول إيه الأستاذ محمود رياض؟ والله الأستاذ محمود يعني طبعا يعني يعتبر راجل من البلد، راجل بيخدم العمليات التعليمية في بلده، راجل يعني عنده أمانة، عنده ضمير، بيحاول إن هو ينهض بالبلد بتاعته وينهض بالمدارس بتاعته في قريته، وده حاجة كويسة يعني في حقه برضك ونشكره على ذلك. وطبعا احنا طبعا بلد مجاوب له نسمع عنه كله خير. التربية والتعليم ويحزو حزو المدرسة عندنا، يعني بنقول في البداية كل مطلوب ان احنا نقول يظهر ان تظهر نتائج العمل بتاعتنا. نتائج العمل بتاعتنا في ان احنا كان هناك بنقول مؤتمر شعبي داخل البلد هنا، واستغليت هذا المؤتمر ونشيت اولياء الامور بان هو مسؤول مسؤولية كاملة عن رجوع ابنه المدرسة بنسبة 100%، ولكن المدرسة دورها بنسبة 100% بيقع على عاتقها هو توصيل المعلومة والشرح والاداء الجيد للطالب داخل الفصول. تنظيم الحفلة هو تكريم الطلبة وتفعيل المشاركة المجتمعية وإحساس رفع درجة الإحساس والانتماء للمدرسة اللي هو المجتمع الصغير، وبعدين فالمجتمع الكبير اللي هو مصر كلها بإذن الله. تحب حضرتك تقول إيه الأستاذ محمود رياض؟ الأستاذ محمود رياض جاري على فكرة، جاري في البيت. وأقول له ربنا يبارك لك وربنا يكرمكم، والمجهود دوت كويس جدا ومشكور، وإن هو ده اللي احنا عايزينه من القنوات إنها تبني ما تهدش. طبعا دي حاجة ظاهرة كويسة، المدرسة مستواها راقي واحنا نحب نشجع الطلبة باستمرار. طالما في حاجة كويسة احنا دايما بنشجع كمجلس أمناء في المدرسة. تحب تقول ايه الأستاذ محمود رياض؟ أستاذ محمود رياض طبعا هو عالم من البلد موجود، وراجل يعني احنا كنا بنقول له كل احترام وتقدير من فترة كبيرة، ويعني كفاية مجهوداته في البلد، في مجهودات ظاهرة واضحة في البلد، والكلام ده مش نفاق ولا رياء يعني. ومعنا أحد الطالبات التي تخرجنا من المدرسة وعايزين نعرف سبب تشريفك النهاردة. أنا جيت النهاردة عشان أشرف يعني أتابع وأشوف التقدم بقى في المدرسة. أنا كنت أحد الطالبات الموجودة هنا في المدرسة، المدرسين هنا على كفاءة عالية جدا، بس يعني كانوا محتاجين زي ما بيقولوا البلد هي زقة إنهم يشتغلوا ويطوروا نفسهم أكتر وأكتر، فأنا جيت عشان أتابع الحاصل هنا. وعايز أقول كمان إنه حتى الآراء بتاع الدفعة بتاعتي على موقع التواصل الاجتماعي عن المدرسة إن هو بيتمنوا إنهم يكونوا موجودين في المدرسة دلوقتي وإنهم يتخرجوا فيها في الوقت دوت. إحنا كنا طلبة هنا وبنحب كل الناس الموجودة هنا، المدرسين هنا بالنسبة لي أهلي مش مجرد مدرسين يعني. فانا جيت علشان اشوف التقدم والتطور اللي بقت في المدرسه، وانا اخويا طالب هنا في المدرسه، فانا مبسوطه ان هو هيتخرج من مكان بقى يعني انا مش عارفه اقولها ازاي، بس مناره او علم، بقى علم من اعلام البلد دلوقتي. المدرسه ديت بقت يعني حاجه كده الناس كلها بتقتدي بيها وبتقتدي بالمدرسين اللي فيها وبالشغل الجامد والمجهود اللي بيبذلوه دايما. بنهني طبعا قبل كل شيء طبعا قناه مصر برضه حضورها لحفل تكريم الاول الطلبه، وده حاجة جيدة أول القناة تقوم بواجب زي كده. وعلى رأسها طبعا كبرى ومشاركة كبار رجال التربية والتعليم بالدقهلية وأولياء الأمور ووسط مظاهرات الود والترحيب أقيمت هنا في مدرسة سهرقت الثورة الثانوية المشتركة لتكريم الطلبة الأوائل الفائزين بالمسابقات كطلبة والطالبات عروضا رياضية رائعة
وبمشاركة مجتمعية مقدمة من الدكتور محمود رياض مشالي رئيس قناة مصر البلد الفضائية، أقيم الاحتفال والمهرجان الثقافي والديني والرياضي لإظهار مدى نجاح إدارة المدرسة في توظيف كل الطاقات لإنجاح العمليات التعليمية. من قرية سهرقت الصورة، مركز أجا، محافظة الدقهلية، ميادة حسن، قناة مصر البلد. مصر البلد معك.